السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحلقة جديدة من The Forest. بسم الله نبدأ. أهلا وسهلا فيكم يا شباب بحلقة جديدة. يا هلا يا هلا. ليدر مش ملاحظ هدوء؟ اي والله اي والله هدوء. من غير شر هيك يا زلمة تحس من غير شر. ها لا حرق على وجهك. تعال 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 تقلد لي علي. تعمل حالك تحرق حالك. بنعرف نعرف انك مش علاوي. تعال تعال خلاوي دائما بالمقدمة بيحرق حاله يا جماعة. فاليوم معنا نيجرفان. زين جماعة. أنا علاوي. أنا علاوي. عنده ظرف. عنده ظرف وما بقدر يصور. فإيش بدل نيجرفان؟ يوب يوب يوب. لك يا أخي حاج تحرق حالك. إيش نسوي يوم محمد؟ لا بدي يحرقني. أوكي. إيش نسوي يوم محمد؟ شوف اليوم يا جماعة. قطع المسدس مثل ما بتعرفوا إنه في لوت من قطع. إحنا لقينا تنتين. واحدة هون ناحية الشجرة والتانية فوق اتوقع قريبة قبل السفينة بشوي. فلذلك رح نكمل قطع اليوم. اماكنهم في منهم صعبة لانه بالتلج. فلنحتاج انه يكون معانا تورشات لانه ما معانا الالبسة. الالبسة شلون بتتصنع؟ عن طريق جلد الخنزير. والله صعب الوضع يا جماعة. انا لبست البوت. لا سهل ان شاء الله سهل. البوت سهل. اي بوت معلقة موجود معك. اصبر طالما معلقة موجود معي. ايه سهلة سهلة. اصبر اصبر شلون تسوي البوت كان؟ والله بتحط جلد مو الراكون صح؟ تبع الارنب. ثلاثة ارنب وحبلين معي. واحد ارنب بس حمزة اعطيني اثنين معك؟ معي شايفين والله يا اخي فخم حمزة. بضي واحد. صار معي ثلاثة. معي ثلاثة خلاص. ايوه ايوه استخدام البستر حمزة؟ انا لابسه هيا. انت لا لابسه. يلا نيجرفان سويته؟ طيب اسمع في شغلة في شغلة. بدلة تدفئة عقب صغور صنع فاس. احزي الثلج. حبلين وخمسة ستيك. تمام حبلين وخمسة ستيك. حبلين. ثلاثة اربعة خمسة. ايوه. خليهم على جنب بدون نستخدمهم هلا بس نوصل على الثلج. لبسني شكلك؟ لمس خشبات برجليك. لا اطفي الادعاء. لا بحرقونا بالتعليقات. اوكي يا جماعه الخير. اتمنى انه ما يصير معنا شيء لانه كلياتها بالبريه. اتوقع ما في كهوف صح حمزه؟ لا ما اتوقع فيه. بس احنا نشيك نشوف. احتمال كبير فيه بس مش متاكد. عرفت علي؟ اها مصيبه. وصح على طاري الحلقه الماضيه بعد ما طلعنا الحمد لله والشكر لله انه هون تحت كان في أربعة. جاني أربعة مجرين؟ نلبس لبس ال والله إنك جريء. شلونك؟ شلونك؟ شو الحذاء سويته؟ حذاء جري هيك فرو فرو. ثلاثة أرنب. ثلاثة جلد أرنب وواحد حبل. ايه فما خلاني اكمل السالفه هذا. فجانا اربعه من اللي لهم عشر ايدين بيعملوا هيك تك 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 تك. واثنين من الدببه اللي لقيناهم تحت بالجوره. فتصوروا يا رعاكم الله انه هدول جو على بيتنا. ليش؟ اتوقع يمكن لانه نزلنا على المقر الرئيسي تبعهم. فوالله عن جد انا خايف انه يجوا انا على البيت مره ثانيه. كانوا تحت فما عندهم. معك نيجرفان. معنا نيجرفان نحن تحت. كان معنا علي وتبهدلنا. لا تخاف بس هذا نيجرفان يا زلمه. هذا نيجرفان. ايه هذا اكسبيرت بالسرفايفل. يلا طيب جاهزين؟ يلا نروح على اول مكان. احنا عندنا اثنين ضايل سته مزبوط؟ يب ضايل سته. اول مكان والثاني مكان رحنا له باقي الثالث. اوكي في هون قدامنا شو اسمهم؟ خلينا نقتله هذا. شو كان اسمهم هذول؟ بو لا خلص اقتله. اضربوه ايه اضربوه. اطلع القرى. اطلع القرى. شو رايك بالهيد شوت؟ يلا يلا على القطعه الثالثه يا شباب. اول شيء حمزه خلينا اوكي ملح. اوكي يمدينا نروح بس نجيب الاسهم من الكامب اللي هون. تمام يلا. وين الكامب؟ وين انتو؟ هون قدامنا. روح وراك احنا. ايوه المفروض هذا الكامب اللي هون. المفروض انه نلاقي فيه اسهم اللي هي تبع الحديد. بتذكر كنا مع بعض. هيهم اخذتهم. المفروض انه في هون كثير يعني حتى. اللوت كله راجع مرسبن. حلو اللوت كله راجع مرسبن يا جماعه. اوكي اخذت شنطتين انا.
هاي ثلاثة. اوكي صار معي 50 سهم، نايس. 50 سهم من الأقوياء. طيب نروح على أول موقع، جاهزين؟ جاهزين. يلا جاهزين. بسم الله ليتس جو. طيب شايفين هاي السفينة؟ مواجهها لازم ندخل بالغابة اللي جوا، رح نلاقي بحرة وعليها بيوت، نحا بيوت. يب هي في قوارب. يب هذا قارب. أنا وصلت. طبعاً. أوكي. طبعاً شيء طبيعي إنه تلاقوا المحل بسرعة ما دام ما كنت جي بي إس البشري يعني. الله. إيه 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 زلمة خليك ساكت. الله أشعر بدني. إيش بدي أسبح؟ ليش؟ نروح سباحة؟ أسرع أنا سمك. هي سمك. إيه. إحنا شايلين جلود على جسمنا آخر شيء نتقلهم بالماي كمان. والله ما أدري. إيش أحمر جوا؟ فكر فكر. أوكي عندنا هون شكل لوت محترم راح يكون. بس روح شوي نشوف ما في حدا هون. هو في عالم في جثث. زومبي محروق. بدل بدل وعيك. بيت من البيوت هدول. ايوه هاي هي. اي سوري 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 سوري. هيك نجرفان نجرفان طلعت طلع نجرفان. تعشوف تعشوف اذا بتزعلني هيك بسوي فيك شايف؟ هيك. لما هو اوريدي محروق الزلمه شو بدك تسوي فيه؟ ابعد 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 وينه؟ هي هاي. ايوه جاهزين؟ جاهزين بس اسكو هذا هو وين وين القطعة؟ ايوه ايوه ليش الحجرة هون؟ شيل الحجرة شيل الحجرة مش عارف شيلها يا زلمة شيل شيلها اوكي اوكي هي قطعة وطلق حلو نايس صار عندنا واحدة اثنتين ثلاثة شايفينه هذول ثلاثة حلو 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 يلا يلا اللي في جمجمت في جمجمتك يا حمزة شيلها ما نحتاجها كيف ما تحتاجها؟ تتذكر رفات اخوك رفاته؟ جواربك يا زلمه شو عم تسوي جواربك والله ما ادري يلا ذبحت مريك اه ايش صار؟ والله في شراطي لو ثلاثة يبقى برا الموقع الثالث كمان قريب موقع قولي الرعد قولي الرعد والله لا هلا بيطلعوا هلا هلا بيطلعوا طيب طيب تعالوا تحوني الحوني هيك الطريق هيك الطريق الحوني يلا معك المفروض من هون نطلع هيك كنا ماشيين على الشط نطلع هيك يسار يفترض شو يمين شوي يعني المفروض هي بهي الانحاء فانا برايي نتوزع اللي بلاقيها بالارض ف طب شو شكلها طيب؟ اتوقع هي بهي المنطقه هون هيك زي حجر هيك من فوق حفره صغيره ايوه هليك 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 تعال تعال لقيتها؟ هذا يجي يفجرها ايوه هذا يجي يفجرها عشان نتقسم هذا لانه رح نحتاج ديناميت كثير حلو 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 هي المكان اللي بعده مين جاني؟ مين حمزة؟ يلا فجه فجه طقها طقها شايف ما بترميها يا اخوي شايف ما بترميها تحط سي بس حط حط اه لا لا تحط اوكي طلق خلي خلي الحجر عليه خلي الحجر عليه اصبر انا في شغلات ما اخذتها اصبر الساعة وين القطعة؟ اوكي كاني اخذتها انا أنا أخذت أيسي 1 2 3 4 أيوة الجسم والفوهة والمدري إيش والمدري شو فهمتوا؟ أيوة هي أربعة يب أربعة إيييييه يلا يلا نفهم ليش إيزي هاي إن شاء الله بس الثلج ما نموت فيه يا شباب لا لا إن شاء الله إن شاء الله ما نموت طيب هلا لازم نرجع ننزل على الشط أوكي من هون إجينا نحن من هديك المنطقة عند البيت الأصفر كان الثالثة صح ولا الرابعة؟ الرابعة صح؟ الرابعة يب الرابعة كانت وفي تنتين هاي التالتة هاي هلا انا ليش حاطط لي اثنين من واحد؟ سلاح قديم جزء اثنين من واحد لا ما انت حط على كل قطعة بكون اوكي 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 طيب نحن صار عندنا اربع اجزاء جينا من هنيك هلا نتجه هي عند هذا البيت المفروض يب عند هذا البيت طلع القروش طلع القروش تعال تعال نيجي والله غير اجيب لك راس القرش هيك هيك انا اصلا كنت دابحه قبل شوي مشان نسوي عشاء يعني بس فضل. يعني تفضل ما خليته يتفاجئ اي والله بعرسك يعطيك الف عافيه اتركوه لا لا اضربه في حمزه ولا اتركوه القرشي هذا قرشي قرش هو قرش ده يوم الاسود خذ لك عم يتخانق على قرش ايوه هذه هي تعال نيجي فجر تعال روح اسوء تعال فجر تعال نيجي فجر ايه شو هالشرف يا لا خلي فجر قبل يا زلمه ابعد ابعد نيجو تتدمج ايوه هاي اوه بالمي هاي خمس قطع اوكي اوكي حلو اخذنا طلق صاروا 24 طلقة وصاروا 1 2 3 4 راح تقع راح تقع ليدر راح تقع
طيب سؤال اذا وقعت ايش بيصير؟ اه لا بس هيك تخيل بس لو مسوينا هيك انه ما فيك تطلع. لحد الان احنا رايحين على السهل لسه ما دخلنا على الصعب. يب لسه ما دخلنا على الصعب. ترى هون بتذكر باحد هاي البيوت يا جماعه في شو اسمه قولوا معي سبير سبير للقبائل تبع سبير من تبع القبائل اه يعني شيء قوي يعني ايه السبير تبع هون قوي جدا فلازم كل ما نشوف ان هي البيوت ندخل نشيك عليها. طيب هون ما لقيت الرمح صح؟ يب ما لقيت ولا ببيت. طيب ما لقيت شيء. طيب خلونا نطلع لفوق وين صارت؟ اتوقع ورا هي التلة ايه. بالضبط تقريبا يب عند الشجرة هاي اللي قدامنا. يب نطلع من فوق بس انا ما عاد في ستامينا. ليش تضرب؟ طفي طفي اسمع اسمع وين وينه هذا وينه؟ طفي المايك ولا اي بس رسامك ابلع يلا طفي المايك هون ولا لسه لفوق شوي؟ يمكن لفوق شوي صح؟ الظن بهاي المنطقة هنا صح؟ ايوه هاي هاي اه يب هاي هاي عندك؟ اوكي اوكي حلو حلو اه هاي تعال يا نزل فان بلاش تصير عيط تعال تعال يا حبيبي نفس اللاعب مقطوع خيو اللاعب طيب يلا شغلها نيجي شغلها طبعا هلا بقيان عنا واحدة يا جماعة قدام الكونتينرات بس انا شايف هون مو الكونتينرات شكلنا رح نرجع لورا رح نجيب اللي ناحية الكونتينرات يعني غلطنا فيها ونرجع باتجاه الثلج الثانية ابعد 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 بوم ايوه طب قول انا حطيتها قول انا حطيتها طاح طاح وقع نايس يلا يلا نايس نايس طيب خلونا نروح على تبع الله تبع الكونتينرات بسرعة ليتس جو طيب نحن هون يا جماعه عند الكونتينرات يفترض انه في حوالينا صناديق مليانه سلكت بورد فانا برايي اللي ما عنده سلكت بورد ياخذ يجمع لانه اساسا الموقع الثاني جزيره هنيك اتوقع هديك بس رح ننام لانه ما لنا شايفين شيء حاليا في الليل واتوقع انه بلشنا نجمد صح انا بلشت اجمد ترى ولع نار انت انت حساس يا زلمه لا لازم تحمل التورش بس بايدك بمشي الحال شايفين هذيك الجزر واحدة من التنتين في عليهم طبعا احنا كنا هناك بهذاك الطرف ولازم نرجع برجوع عند هدول الجزر عند الكونتينرات انا فكرت الكونتينرات هنيك طلعوا هون ها القروش كلها حتى بقلب المية يا جماعة القروش ميتة ليش ميتين؟ ما ادري والله اللي نزلت فكرت شي يعمل ما قام طلع قرش الله يا جماعة توقع تعرف شو صاير مناطق معينة تعرف شو صار يا جماعة؟ أنا عرفته إيش؟ علاوي داخل بدون ما يتحمم خيو لا 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 قوت إلا بالله آخ الله يا علاوي دك بقول ليش السلاحف كلهم شاردين فوق على الشاطئ والقروش ميتة وشاردين على الشاطئ نازل يتحمم بالبحر شوف قرش طالع لبرا خيو ويتحوني أنا نختابه للزلمة هو موجود مو بحضر مني خليه اوكي هذه طيب. هي ولع يا نجفة بلاش تزعل هسه تعيط ولع ما كيف نولع ما بعرف خذ ديناميت من تحت من تحت ما شغلها والله يخرش هذا اوكي القطعة رقم 6 طيب بعدوا لي هي ممكن شوي ساعة ما فيني اخذها ليش؟ خلاص معك ساعات كثير يعني طلعت الماكس معك يلا ننطلق محمد على بعديها يلا 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 سريع 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 عندنا هلا حفلة ليتس جو يا جماعة أنا خايف يصير لي شيء بالبحر والله شوفوا هلا في الصور اللي معي أنا تمام بتلاقوهم تحت شفتوهم شايفينهم في الصورة تبع الثلج موجودة لازم اتوقع نروح للجبل الثلج العالي يفترض شفتها شايفها بايدي ولا لا ايه مشان هيك مقرب شوي رح نروح على طرف الجبل الجليدي وفي شجر بس وين هذا الشجر الله اعلم لذلك نقول بسم الله وننطلق يلا الوجهة جبل ثلج الوجهة جبل ثلجي من هون من هون طرف الثلج ايوه من هون من عند يارا طبعا علي الحلال رحنا واجينا رحنا واجينا لشبعنا طيب
البس رجول الثلج علي علي حمزه. لابسهم يلا. رجول الثلج احسن ولا تبع الفرو؟ لازم رجول الفرو يا زلمه. ايش الفرو ولا تبع يا زلمه؟ الفرو الفرو. في واحد بيلبس خشب على الثلج؟ طيب لك ايه مشان تسهل المشي تبعك. ايه نيجي اسوي لك سوي لك شو اسمه عشان ما تموت. يلا طيب ايوه اللعب بلش. يلا ولا ولا حمزه انت رايح من جهه ونحن نروح من جهه صح؟ نشوف مين احنا اول. ما ادري هلا انا اللي فهمته انه يعني قريبه هي المفروض عليها. هلا هو الثلج مش كبير كثير ترى او لك ولا كبير. هو فعليا هون لازم يكون ولا؟ يب لا مو هون مو هون تقريبا. الصورة بتقول انه لازم يكون في مقابلنا الجبل الكبير اللي هو الثاوز ما ادري ايش. المهم زبدة. تعرف اذا لقيتوا خنزير اللي بيلاقي خنزير يقتله فورا. محمد وصلت عند الجبل الكبير. طيب معناتها هاي الجبل الكبير رحت من جهة. ايوه هيك هيك شايفك. ايوه يفترض انها قريبة من هون لازم ندور يا جماعة. يلا بهاي الجهة. هي في قدام الشجر وفسحة يعني فسحة قدامها الشجر. والله ليدر البس الحذاء الثاني الحرارة بتقل بتزيد يعني بتخفف عليك البرد. سمع صوت جو جو جو. ايش ادور الصوت؟ جونا جونا وينهم؟ ليكن قدام تركين لحالي انا خايف. هدول ما بيتجمدون شايحين بالزلط. مشاوبين اتركهم مشاوبين. تعال يا تان تان. اي بس انت عم برجف والله. صاروا ايدي زرق اللاعب تبعي. صاروا ايدي زرق. صاروا ايدي زرق والله. اسمع اسمع تحمم تحمم هون بالمي هاي اللي هون. ليش اتحمم؟ انا لحد الان ما لقيتها شباب. قاعد بدور بس ما لقيتها. قاعد تليل لازم نلاقيها بسرعه. يلا يلا يلا. ايوه هي هي لقيتها لقيتها. وينك؟ تمزح. وين؟ كفو كفو كفو. المشكله انه كله ابيض. لك جاي اسميكم. يا ييه اسميكم بالابيض. ايوه هيكم هيكم. يا ييه والله العظيم يا ييه والله العظيم يا ييه. اصبر وين ها؟ ده بالله عليك بدي اشوف الصورة بس نفس اللي بالصورة. لأنه أبدا مو نفس اللي بالصورة هاي. اصبر. ورجيني. ما في جبل. هاي جبل. والله نفس نفس اللي بالصورة والله. مين فجرها؟ عم يدفيك. عم يدفيك عم يدفيك. اوكي كأني حصلت آخرتها صح؟ جبنا كل قطعة، كيف نركبها هسا؟ حطهم حطهم. حطوها حطوها. ايوه ضم. هلا والله استخدام. شو اعمل ريلود؟ الو ما عمل له ريلود خلاص؟ جاي؟ رينجر جرب عليك. لا 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 شرب علي. لا لك حمزه الحشر جوا حمزه. خليني نجرب عليك شو رايك؟ ما بنحتاجه بالحاله. هذا الفطر يتاكل هاي يا جماعه ما بسوي شيء. طيب امشوا. ترى طلقاتك محدودة حبيب قلبي. بدك تاخذهم للبوس هذول الطلقات. حمزة ها 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 ها. جونا 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 جونا. يلا تعال تعالوا حلوين تعالوا تعالوا. هاي ها ما ماتوا والله. اعطيهم هيد شوت. لا بعد راسه. تعالوا لك. مسدس انتم ما بتعرفوا له صح؟ ما بتعرفوا المسدس. ابلع. شفت كيف طلع؟ والله ديم. وين البنت اللي كانوا يلحقوها؟ ها من بعيد ما بصيب معلم. وين البنت اللي كانوا يلحقوها؟ اتوقع شتجر هو تحس. ليكا. وين؟ جيرفان زوجتك المستقبلية كان يلحق. ايوه هاي تعال تعال. تعال ما بصيد ما بصيد من بعيد لازم تلحق. تعي لا تهربي. يلا. تعال يا مرت جيرفان. بلعت سهم. اعملها 1 2 بعدين بتعطيها. تاكد لي. شو هذا؟ ايوه كفو كفو. لك احساس. امشي امشي تعال 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 نرجع على هي البيوت اللي فوق.
خنزير خنزير خنزير. وين 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 لحم خنزير يا جماعة. لا يا زلمة خلاص حاج ضيعوا حاج ضيعوا الطلقات. تعالوا نرجع على البيوت هاي اللي فوق يفترض انه فيها تمسيح. اوكي جلد الخنزير وينه اللي اخذته انا؟ حمزه كان معك 6 طلقات يا معلم مو 200 طلقة. خلصوا خلصوا ما تصرف. حقيبة صخور حقيبة رماح بدل التدفئة. نحن بدنا بدل التدفئة لانه بدنا نروح على البرج على المختبر لازم يكون معنا البدلة. عرفنا وين مكانه وخلاص تمام. شو يا معلم راح نتسوق بجوتشي اليوم؟ ايه جوتشي ليش لا؟ تعالوا لوتو. كان هاي المي بينشرب منا؟ شو؟ لا لا والله والله طلعوا لي اني بقدر اشرب. ايش بتسوي؟ ها 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 شوف وين؟ يا زلمة إذا القروش هرباني من المية رايح تشرب المية تبع؟ لا هاي مياه نبع هاي المفروض. هاي مياه هم اللي بتحمموا فيها معلم تنزل لك. لا. لا هلين. يا هلا ايش ايش الطمانجة ايش يعني انت حر؟ شوف كم واحد. شوف شوفكم فيه. والله جيب لي الطمانجة. جيب الطمانجة. ايه سلخته في النص. يا غزال اشرد اشرد في روحك يا غزال. طلعت خيط كتر على نيجا. اصبر نيجا افزع لك اصبر. القم ساموراي سوري لا بس اسي وقات ساموراي. غلاها يا شباب يا واحد خلاص خلاص اتركوا. ايه خويفة والله. شوف الغزلان اصبر من شغل مشار. بدي انشر الغزلان. عم تلعب ديد باي ديلايت شو هذا شو هذا؟ اوه يا الله ما في والله ديم ترى السلاح مره رهيب يا جماعه. اتوقع معناتها مو بالثلج بالاماكن اللي حوالين الثلج. طيب باقي لنا حلقه الثلج هذا شلون؟ هذا كان الثلج يعني باول الثلج. ايش دي؟ هذا سلحفه صغيره. ايش تسوي محمد هسه؟ لا والله انك إيه والله ايم والله ايم هيك كرت لتحت. طيب يا جماعة الخير الحلقة الجاية لازم نجيب الاكس القوي لانه كتير راح يفيدنا جوا. الاكس القوي اللي هو الحديد راح يفيدنا جوا كتير وخصوصا اذا طورنا حيكون دمجه مرة رهيب. فايب اتوقع انه وصلنا لنهاية حلقتنا. جبنا الطبنجة اليوم صار معنا 3 طبنجة. كمان مهمة جدا بالنسبة لنا للبوز جوا. فايب نشوفكم على خير الحلقة الجاية. السلام عليكم. ضلوا تقاتلوا انتوا. ايه ضلوا تقاتلوا. يلا يلا خلص طلقاتك وتعال ابكي بكرة بس نفوت على البوس. ايه لا ما بكت انا بنزل له بسيف انا بنشار بنزل له.